محطتنا هذه تهم الكثير، خصوصا انها تتعلق في تغيرات حالة الطقس. يصاب البعض خصوصا الاطفال خلال هذه الفترة بالانفلونزا الموسمية. هذا الشيء يخلي اولياء الامور يحسون بالقلق ويشوفون يسمعون شنو عندكم من نصايح من الجدة ولا من الجد ولا حتى اللي مر عليهم. نقول هذه الانفلونزا وصفات كثيرة، لكن بعض هذه الوصفات انا ما بقول الكل، بعضها غير نافعة وغير مجدية لانها قد تسبب امراض أو في أمراض أخرى حق الطفل. عشان كذي اليوم موضوعنا أنا أحس وايد وايد مهمة هذه الفقرة مع البرد اللي قاعد نحسه. فعلا افتخار، واليوم معانا ضيفة حاصلة على البورد الأمريكي في الطب التكميلي، راح نتعرف معاها على طرق علاج الأطفال والعناية بصحة الأم في موسم نزلات البرد ورفع مناعتهم. تفاصيل الموضوع راح تكون معانا ونتعرف عليها مع الأستاذة ولاء نادر معرفي، صيدلانية وحاصلة على البورد الأمريكي للطب التكميلي. يا حياك الله والساعة المباركة وشرفتينا. تسلمين، الشرف لي حبيبتي. أهلا وسهلا. حياك الله. هلا مرحبا فيك دكتورة. دكتورة، في البداية ما المقصود بالطب التكميلي؟ شوفي، الطب التكميلي عبارة عن تعريف شامل يشمل العلاج بطرق غير تقليدي أو تقليدية قديمة كنا نستخدمها، بالإضافة إلى دراسات علمية عليها. يشمل العلاج بطب الأعشاب، الإبر الصينية، الطب الصيني، الطب الأيورفيدي، وأيضا استخدام المكملات الغذائية. طبعا هو نستخدمه في علاج الأمراض في بداياتها قبل لا تتمكن من الجسم، ونستخدمه أيضا في الوقاية من الأمراض. دائما إحنا نقول أن ما في شيء اسمه طب بديل، لأن دائما يسمونه طب بديل، بس هو طب تكميلي لأنه يكمل الطب ويكمل علم الصيدلة. جميل جدا دكتور ولاء. بدي بروح معاك حق هذه الفترة اللي هي فترة الصفري اللي يسمونها حاليا، ونزلات البرد بشكل مهول، يمكن ثلاثة أرباع الناس حايشة هذا الشيء. لكن بركز معاك على الأم الحامل، يعني عندها محاذير وايد في هذا الجانب، فشنو ممكن نعطيها حتى ترفع مناعتها في هذه الفترة؟ شوفي، هذا الموسم أنا أحس أنه بدأ مبكر، عادة يبدي من شهر 11 إلى شهر 2 اللي هو تنشط فيه الإنفلونزا والفيروسات، بس هالمرة بدأ مبكر. يمكن نلاحظ عن السنين اللي فاتت لأن الأطفال قاموا ينقلون أمراض أكثر بحكم المدارس. السنين اللي فاتت سنة الكورونا واللي قبلها كانوا الأطفال في البيت، فما في نقل للعدوى، فهالسنة منتشر أكثر ومبكر وبحرارة عالية وبتعب أكثر. فإحنا ننصح الحوامل مثلا في هالفترة، طبعا أنت تدرين إذا مرضت الحامل صعب أن نعطيها أدوية، أغلب الأدوية ما تنفع أثناء فترة الحمل، فإحنا نحاول أن ننشط مناعتها ونقوي مناعتها باستخدام الأشياء الطبيعية. حلو. مثل العسل، العسل خصوصا إذا كان مثلا عسل المانوكا في مضادات جراثيم، فممكن يرفع مناعتها. تأخذ قفشة الصبح بس على الريج مع ماي دافي، وأيضا استخدام الأغذية اللي فيها فيتامين سي، العصائر الطبيعية مثلا العصير الأخضر، ممكن تحط فيه كيل، بقدونس، تفاح، في كمية من فيتامين سي، هذا يرفع مناعتها. أما الأدوية والأشياء حتى الأعشاب إحنا غالبا نبتعد عنها. حتى الفيتامين سي اللي هو الكبسولات وغيرها عادي ممكن تأخذ فيتامين سي كبسولات، بس ما يرفع المناعة إلا على فترات طويلة. يعني فيتامين سي مو من أول أسبوع مثلا ترتفع المناعة، لا، مع الاستخدام المتكرر نقول 3 أشهر. بالإضافة إلى أن الحامل لازم يكون عندها مستوى ممتاز من فيتامين دال، لأن فيتامين دال يرفع المناعة. نعم دكتور، يمكن أكثر شكوى منتشرة الحين من قبل الأمهات بخصوص عيالهم أن الحرارة مرتفعة مو راضية تنزل. الأم هني شلون تتعامل مع هذا الطفل، خصوصا في أطفال، يعني الكبار مثل ما قلت شرحتي شرح وافي أنه فيتامين سي أو التغذية. زين الأمهات اللي أطفال صغار وحرارتهم توصل 39 و40، شلون تتعامل معها؟ شوفي، في البداية احنا دائما نقول نقوي مناعة الأطفال قبل لا يمرضون. وتقوية المناعة خلينا نقول حق الأطفال الصغار لعمر 2 تكون بالرضاعة الطبيعية. فلما الأم تحرص على رضاعة الطفل رضاعة طبيعية طول هالفترة، هذه تحفز المواد المناعية اللي عنده، فلما يصيبه مرض يكون أقل شدة وبسرعة يروح، لأن جسمه يكون قوي شوية. فلما الطفل ترتفع حرارته إحنا ننصح بعدة أشياء. أول شيء ممكن نعطيه خافض للحرارة، وممكن نستخدم طبعا من ناحية الطب التكميلي يفضل استخدام كمادات تكون من الماء الفاتر على أماكن معينة من الجسم، عند النبض، عند الرقبة، وبين الأفخاذ، وعشان
عشان تنزل حرارته. ممكن مع الماي نحط نسبة 4 إلى 1 4 ماي 1 خل التفاح العضوي. ليش؟ لأن خل التفاح يتبخر مع الحرارة العالية فينزل حرارة الجسم. أيام أول يداتنا كانوا يقولون لبسوهم دلاغات في خل أو في ماي وكحول أو ماي وخل. يعني هالشيء وبصل بعد دكتورة، يعني ما أدري هذه المعلومة صحيحة ولا هذا من ضمن المعلومات بعد اللي وايد تواردونها الناس، حلقات البصل بالدلاغ الله يزج يعني هم بالريل تلبس. إيه هذه ممكن تكون، بس أنا أفضل الخل أسهل وهم ما يطلع ريحة لأن البصل راح يطلع ريحة. فالخل أسهل وتبدل الدلاغ كل ساعة مثلا، كل ما ينشف تبدله، جدا جدا نافع في خفض حرارة الطفل. في بعض الأطفال تصيبهم تشنجات حرارية مع ارتفاع الحرارة، ممكن تكون حرارة بسيطة، يعني مو شرط إنه مثلا حرارة 40 يصيبه تشنج حراري. فاللي عندهم مثلا قابلية للتشنج الحراري تحاول إن الأم تنزل حرارته قبل لا ترتفع وايد. طيب كيف الوقاية دكتور ولاء؟ يعني الأمهات يمكن بهذه الفترة تحرص إن تقي طفلها قبل لا يطيح في هذه الإنفلونزا أو هذا الموسم. شو لازم تسوي؟ شو لازم تحرص إن تعطي؟ شو لازم إن دائما يكون قدامها وتغذيه عشان تحافظ على سلامته؟ ممتاز. هو الوقاية بالنسبة للأطفال اللي يفهمون، أول شيء تكون باستخدام النظافة. شلون؟ نعلمهم شلون يغسلون إيدهم بالماء والصابون بعد اللعب، خصوصا عند لمس الألعاب مثلا مع الأطفال بالحضانة بالمدرسة. تعلمهم إذا اعتصوا أو كحوا يغطون حلجهم مو بالإيد، يغطونه بطرف الذراع عشان لا تنتقل الفيروسات بعدين. وأيضا ممكن تستخدم لهم بعض الأشياء الطبيعية مثل العسل. العسل ما شاء الله يعني مذكور في القرآن الكريم فيه شفاء للناس، فيعتبر وقاية ممتازة للأطفال. أي أنواع من العسل اللي موجود بالكويت أو بالديرة اللي أنت فيها، زائد استخدام عسل المنوكة مثل ما قلت حق الحامل، قفشة الصبح مع ماء دافي قبل الطفل يروح المدرسة. أيضا ممكن تعطي أغذية فيها فيتامين سي، الخضار والفواكه. احنا نشوف أن الأطفال ما يأكلون هالأشياء، دائما يتجهون إلى الفاست فود والأكل المصنع، فنعطيهم الأغذية اللي فيها مواد يعني تساعد على رفع مناعتهم. وايضا فيتامين د وايد مهم للاطفال، نعرضهم للشمس، مو شرط يكون من سبلمنت، نعرضهم للشمس لمده 20 دقيقه. الحين الجو حلو، فبعد الشروق او قبل الغروب بساعه، بحيث يرتفع عنده فيتامين د ويعطي مناعه اكثر. نعم دكتوره ولا شرحتي وايد امور، واكيد ما غفلتي، بس ناطرتنا نسالك الاعشاب. أوكي. وين دور الأعشاب في الوقاية وأيضا في العلاج؟ وفي عشبة معينة أنت تنصحين فيها أن الأمهات يستخدمونها حق أطفالهم؟ شوفي، بالنسبة للأعشاب في عشبة اسمها أستراجالس، هذه تقوي المناعة من الديب إميون سيستم اللي هو المناعة الداخلية العميقة من العظام. فهذه نعطيها حق الأطفال اللي وايد تصيبهم تكرار أو مناعتهم تكون منخفضة، ترفع المناعة. بس بالنسبة حق الأطفال العاديين نعطيهم عشبة اسمها الإكينيشيا. يعني هذه من السنين أنا أستخدمها وأنصح فيها، ويعني عشبة موثقة بالطب التكميلي. عشبة الإكينيشيا ترفع المناعة أثناء الإصابة بالبرد والإنفلونزا. أول ما يبدي الطفل بلاعيمة عورة مثلا، الحرارة شوية ترتفع، يبدي معاه الرشح وسيلان الأنف، ممكن تعطي بجرعة معينة بحيث تتكرر مثلا 3-4 مرات في اليوم لمدة 10 أيام. هالعشبة إذا أخذت أول شيء تقلل أيام المرض وتقلل الأعراض بحيث الأم ترتاح، يعني ما تدهور حالتها بحيث أنه ممكن يصير في التهاب بكتيري فوق الفيروس اللي هو فيروس الإنفلونزا، فتقلل الأيام والأعراض. جميل جدا. يمكن حكيتي من ساعة دكتور ولاء عن الفيتامينز اللي لازم يأخذونها الأطفال، ويحرصون تحرص كل أم أن تعطي طفلها هذه الفيتامينز اللي هي سي اللي أكدتي عليها، وأيضا العسل. بس استفسر عن العسل، يقال ان عسل البلاد نفسها افضل من اي عسل مستورد اخر، فهل تفضلين انه يكون مثل عسل السدر اللي احنا مشهورين فيه بالكويت؟ بالضبط، هذا صحيح، لان النحل اللي يتغذى على النباتات اللي موجوده في الديره اللي احنا فيها راح ينتج لنا عسل مناسب لنا، خصوصا حتى في موسم الحساسيه. فعلا. يعني يتغذى على النباتات اللي موجوده في هالاجواء، وهي اوريدي فيها اكتف انجريدينت او مواد فعاله تنفع حق سامنا. نعم دكتورة ولا، البعض يعني تقول لك انا عيالي ما تحشهم انفلونزا، مناعتهم عاليه، والسبب ان انا اعطيهم جرعات من الفيتامينات او المعادن. والحين مع نقول التطور اللي قاعد نعيشه والثقافه،
الطبية اللي قاعد تحظى فيها كثير من أولياء الأمور، يقول في معادن إذا ما صار في توازن قد يكون سبب في مرض الطفل. أضرار لأن يقول ممكن معدن يرتفع، فحابين شوي نسلط الضوء على أهمية المعادن والفيتامينات والجرعات، كونك أيضا دكتورة والصيدلانية، الجرعات اللي لازم ياخذها الطفل يعني. أوكي، احنا نقول بالنسبة حق المعادن والفيتامينات المصنعة للأطفال، الطفل اللي ياكل غذاء سليم يحتوي على خضار فواكه حبوب كاملة لحوم ما يحتاج ياخذ فيتامين سبلمنت خارجي. احنا دائما نعطي سبلمنت بعد الفحص، بعد تحليل الدم نشوف إذا الحديد عنده نازل، فيتامين دال نازل، ممكن تحليل الزنك نشوف، إذا شفنا أن يعني نازل عن المستوى الطبيعي ممكن نعطيه سبلمنت. بس بشكل عام الأفضل الأم تعتمد على التغذية الصحية للطفل. في شغلة هم حبيت أقولها بالنسبة حق مناعة الأطفال، استخدام البروبيوتيك اللي هي البكتيريا النافعة. أي بالضبط، هي وايد جدا مهمة لتصنيع الفيتامينات بالجهاز الهضمي ومهمة لمناعة الطفل. البروبيوتيك نلاقيها بالروب، باللبن، أو ممكن سبلمنت يحتوي على بكتيريا نافعة. وأيضا الطفل يكتسبها من البيئة اللي هو فيه، يعني لو يلعب على البحر بالتراب فيها نوع من أنواع البكتيريا، هذه تروح على الجلد وممكن ترفع مناعته أيضا. وأيضا الأطفال اللي مولودين خلينا نقول ولادة طبيعية يكتسبون البكتيريا النافعة من جسم الأم، غير عن اللي مولودين بالقيصرية. فهذه كلها أشياء تساعد على مناعة الطفل، ما نركز على بس الفيتامين والسبلمنت، نركز على وحدة متكاملة أيضا المحيط في الطفل. أهلا شاكرين وجودك معنا في صباح الخير الكويت، أفدتينا فادتش الله، وهذه المعلومات لابد أنها تأخذ بعين الاعتبار. نورتينا بوجودك دكتور ولاء. تسلمي، شكرا لاستضافتكم، يعطيكم العافية. مبارك، شكرا الجزيل أستاذة ولاء نادر معرفي، صيدلانية وحاصلة على البورد الأمريكي في الطب التكميلي. بنروح معاكم مشاهدينا إلى قصة حلوة أو فقرة حلوة من فقرات صباح الخير الكويت. النجاح عبارة عن سلسلة ومحطات ممكن أنها تكون صعبة ومؤلمة بعض الأحيان، ولكن تنجح. عشان تنجح وتصير أحسن لابد علينا بالمثابرة والإصرار ونكون مصرين على هدفنا. الفقرة الجاية راح تحكي أكثر عن هذا الموضوع مع رقية الشيخ، مدربة في تطوير الذات.